بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمنين، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، بيان تفضيل بيان نعم بيان تفصيل الطريق الى تهذيب الاخلاق من احياء علوم الدين الامام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين. قرانا شيئا وقد وصلنا الى ان الانسان يتكلف الخلق ان لم يكن فيه. إنسان في بدايات أمره الأمر ليس له، نشأ في بيت من البخلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تعلم عن فضيلة الكرم وأراد أن ينتقل من الأولى إلى الثانية، فيمر بمرحلة، يعني الآن قضية الضد، قضية إيش؟ الضد، مما لا شك فيه أنه في البداية التنشئة ما عود عليه ما رسخ فيه في الأول سينازعه، يعني يريد أن يكون كريماً يفعل الشيء لكن لازال عنده إيش؟ الضد، فبده يقتلع، يريد عليه أن يقتلع الخلق السيء من جذوره. في البداية هنالك تكلف، يتكلف التسخي، يتكلف الكرم، يتكلف العطاء، وهو يعلم أنه في داخله، يعني انظر إلى أحوالنا ذكرناها مرارا، الإمام يقول، خطيب الجمعة مثلا يقول هنالك مشروع عيادي، هنالك مشروع مكتبة مدرسة كذا لآخره، أنفق، ففي تلك اللحظة تقرر أنك ستعطي 100% بغض النظر عن المبلغ. المبلغ 100 فهو 100%، والمبلغ 200 فهو 100%، المعنى أنه تقرر مبلغا معين، هب أنه 100 دينار، ينزل الخطيب عن المنبر وتبدأ النفس تحدث بأنك تقترب الآن من الصلاة، ما بينك وبين عطاء 100 دينار ركعتان، قل معي السنة كذا، ينتهي الإمام من الصلاة فيقوم الشيطان بعمل تنزيل 50%، النفس الأمارة بالسوء، يكفي 50، يكفي إيش؟ 50، تصلي السنة 50% أخرى، يعني 25 دينار، تمشي الآن باتجاه باب المسجد حيث يجلسون ويجمعون وكذا، فتراهم الآن فتقول 25 ممكن نعطيهم مثلا 10 ونعطي 15 مثلا لأرملة موجودة في الحارة أو فقير من الجيران، ثم تصل عندهم وتتفرس في وجوه القوم وتقول مش مرتاح، تقول ايش مش مرتاح، هذولا الله اعلم لمين ايش بيجمعوا لي، وكأن الانسان في صراع دائم، كان الانسان ايش في صراع دائم مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء. لكن فيما وصلنا اليه عن قضية الضد، قال فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها. قالوا عن هيجل مش وقته، الأطروحة وضد الأطروحة، الأطروحة وضد الأطروحة، فيعالج مرض الجهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا، تكلفا حتى يصير ايش
إذا أردت أن يصبح هذا معدنا فيك، والمعادن أصبحت معادن لطول مكوثها في باطن الأرض، وهذه الصفة أن تصبح صفة راسخة فيك، عليها أن تمكث في قلبك، في باطنك، في وعيك مدة من الزمن، وتصبح الآن إيش؟ صفة لازمة لك. إنما في البداية لابد من التكلف، وكما أنه لابد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة، فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب، بل هذا أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب والعياذ بالله مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد، لأنه يبعث على ما هو عليه، يبعث على ما هو عليه. وكما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حد مخصوص، يعني مثلا ولد صغير عنده حرارة وصل يعني ارتفعت درجة يمكن إنزالها هذه الدرجة بشيء من الماء يوضع على الجبين، يوضع على الأقدام إلى آخره. كانت حرارة أكثر قد ينقع في الماء البارد، رأينا هذا يوضع في الماء إيش؟ البارد، بل مع الثلج أحيانا، لكن يقدر به، تقدر مسألة بقدر هي حد مخصوص. قال إيه؟ يعني ما بتيجي أنت لا تبريد شامل تضعه في فريزر، نعم، إلا إذا كان على حد مخصوص، ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة، ولا بد لهم من معيار يعرف به مقدار النافع منه. أطباء التخدير عند العمليات يحسب الوزن ويحسب قضايا أخرى، لأنه واحد وزنه حوالي 50 كيلو، مش زي واحد وزنه 100 كيلو، بحاجة إلى كمية من جيش أكبر، والمدخن يحتاج أكثر. رأيت من مساوئ التدخين أنهم يعطونك إيش؟ جرعة تخدير أكبر وبقطعش فيه. طيب، فإنه إن لم يحفظ معيار زاد الفساد، فكذلك النقائض التي تعالج بها الأخلاق لابد لها من معيار. وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة، حتى إن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة، فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أو فيعرف درجتها، أهي ضعيفة أم قوية، فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله. صحيح، يقال هذه الجرعة للأطفال مثلا مظنة، لكن في طفل ضخم جدا قد تعطيه جرعة إيش؟ ليست قضية السن وجرعة الكبار، ثم يعالج بحسبها. فكذلك شيخ المتبوع الذي يعني يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكليف. الرياضة سنذكر مرة تلو مرة هي تعويض النفس، تكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. طلب مني أن أدرس مساق في بلد آخر، كورس كما تقولون بالأعجمية، لأن مساق أصبحت هي العجمة. فقلت للمنسق يعني أحتاج لمعرفة مستوى الطلاب، لأن المساق مطروح لي كما يقولون في التعليم المستمر، فإذا ببعض الطلبة معهم دكتوراه وماجستير وبكالوريوس، فهكذا تعرف مستوى إيش؟ مستوى الدرس سيكون مختلفا، مستوى الدرس سيكون إيش؟ مختلفا. فلا يصح أن يكون هنالك مستوى متدني لمثل هؤلاء من المثقفين مثلا، إنما يتحدث الشيخ المتبوع
أو يتحدث عن الشيخ المتبوع، لأن بعض الناس يعني مثلا أنت تأخذ نفس الجرعة مثل البقية الباقية من الطلاب، من المرضى، من المسترشدين، فتراهم قد انطلقوا، يعني الجرعة اللي أخذوها نفعت معهم، جلس مريد عند الشيخ مع أقرانه فتخرجوا بلغة اليوم والشيخ لم يخرج. وحق للشيخ ألا يخرج، فسأل عن السبب، فأشار الشيخ إلى جدار أبيض اللون وإما كان عليه نقطة نقطة سوداء أو هو وضع نقطة إيش سوداء، فقال له ماذا ترى؟ قال أرى نقطة إيش سوداء. قال خليك عندي. الذي يريد أن يتعامل مع الناس بحاجة إلى أن يرى البياض 100% بياض، وهنالك نقطة سوداء صغيرة جدا ليست بذات. هذه الحكاية. فيبدو أنه ممن إيش ينظر إلى السيئات ولا ينظر إلى الحسنات، يترك الصورة الكلية ويأخذ صورة جزئية جدا ويظل متعلقا إيش بها. ألم يحصل بالأمس أن بعض المصلين صلى سنة وهو يرفع صوته، فاجتمع الأحبة من حوله يعترضون عليه وهو يصلي؟ لأنه لا يجوز له إيش أن يرفع صوته وهو في السنة. فتوجهوا إلي بالسؤال، فقلت لهم أزعجتموه، لو تركوه صار مثل الحلقة حول الرجل وهو يصلي، بالضبط مثل الجنود الذين يأتون لاعتقال إنسان. إيه أكرمك الله، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فقول له قولا لينا. سبحان الله، وهذا لفرعون عجيب. بعد الصلاة الإبراهيمية مش لازم تكون جهرا، وأجهر فيها جهر فيه ليس لنا بالأمر شيء. إذا سأل تقول الجواب كذا. ومع ذلك حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات السرية جهرا يعلم أصحابه بغض النظر. أنا قصدي أنه يجب أن يكون هنالك فسحة للإنسان، المهم يكون فيها كرامة، هذا اللي بيهم. توضعت يوما في مسجد بلد مدينة اسمها كوين جنوب بوسطن في أمريكا في ماساتشوستس، حوالي 30 ميل جنوب بوسطن على شاطئ المحيط، حياكم الله. فذهبت أتوضأ فرأيت رجلا يضع على رأسه شعرا مستعارا، باروكة منقول احنا، يضع شعرا مستعارا، فقلت انظر ماذا يفعل حينما يأتي قضية مسح الرأس، هل سيرفع الباروكة مثل القبعة ويمسح ويعيدها؟ فإذا بالرجل إيش يطبب على الشعر المستعار. ذهبت إلى الإمام، وكان في ذلك الوقت إمام المسجد من لبنان، شيخ لطيف، قلت له فلان فعل كذا، يعني دبر حالك وصل له الرسالة أنه هذا الوضوء إيش لا يصح.
قال هذا لو ذكرنا له شيئا عن، واضح انه بينه وبينه في يعني اخذ وعطى، قال لو ذكرنا له شيء عن شعر المستعار قد لا يعود الى المسجد. ثقة بالنفس معدومة، واضح شو السبب؟ ثقة بالنفس ايش؟ معدومة. اذا شاهد في الحديث وقد روي عن الحسن والحسين عليهما السلام انهما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء، فبين له، طلب منه ان ينظر اليهما ايهما احسن وضوءا، او كما قيل في القصة المهم علمه، بين له انه لم يحسن الوضوء. تفضل. هذه مشكلة اكبر. وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم، فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم. بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياضته. فإن كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه أولا طهارة والصلاة وظواهر العبادات. لو أن إنسانا أسلم هذه الساعة الآن، دخل رجل علينا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا توجب عليه؟ اذهب إلى الحمامات واغتسل. واضح؟ ثم نعلمه أي صلاة؟ الظهر. ثم بعد ذلك نعلم إيش؟ العصر، وهكذا. فلو حاولنا أن نعلمه صوم رمضان قبل أن نعلمه صلاة الظهر لعل الصلاة تدخل، ولا يحتاج إلى معرفة معاني الصوم وحد الصوم إلا حينما نصل إلى رمضان، نتحدث عن الوجوب. ولا يلزمه تعلم الحج حتى نصل إلى ذلك الوقت إن كان ممن يستطيع. أما الزكاة فإن كان لديه مال فيحتاج إلى سنة قمرية كاملة حتى يحول عليه إيش؟ الحول. يعني تتدرج مع الناس بحسب ايه؟ اين هم؟ وان كان مشغولا بمال حرام او مقارفا لمعصيه فيامره اولا بتركها. وجدت في جنوب افريقيا، كنت في مدينه محاضرات وكذا، كلام من حوالي 20 سنة، 15 سنة، 20 سنة، اللي هو بعد صلاة الجمعة جاءني شاب أبيض، يعني من تركة الاستعمار هناك، ويحمل على ظهري إيش؟ حقيبة الظهر هاي، وحدثني عن إسلامه، وحدثني عن إيش؟ عن إسلامه. خير وزين، يا مرحبا. قال الآن أنه طلق زوجته وفعل كذا وكذا مع أبيه وأمه، حتى إن لم يسلما فلهما الحسنى، يطيع الوالدين بالمعروف، والده غير مسلم وطلب منه أن يذهب ويشتري له خبزا، يقول لا أشتري لك أنت غير مسلم مثلا، هذا لا يصح. ففعل مع أبيه وأمه، طلبنا منه أن يصلح. وأما الزوجة، واحد أسلم في أفريقيا من البيض،
قال أنه طلق زوجته. سألت عن الزوجة، قلت له قبل أن تسلم أكنت تحب هذه الزوجة؟ قال نعم. قال إيش؟ نعم. قلت عد وأعدها، ليس مطلوبا منك أنك إذا أصبحت مسلما أن تقوم بنسف الأسرة والحياة الزوجية، هذا ليس بالإسلام في إيش؟ في شيء، بل عاملها بالمعروف بالحسنى، فيكون هذا هو الطريق إلى قلبها. كنت رأت منك مثلا شرب خمر ومعاملة سيئة ومضيعة للمال في القمار و و و و، فإذا بك تقول لها هذا المال لك وللأولاد، وهذا لأهلك، يعني من المعروف، هذا أولى من أن يقول إيش أنت طالق. ليش؟ أنا الآن مسلم وأنت إيش غير مسلمة، من أين أتيت بهذا؟ إن شاء الله يكون قد فعل خيرا. وإن كان مشغولا بمال حرام أو مقارفا لمعصية فأمره أولا بتركها، فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعصية الظاهرة جوارحه، نظر بقراء الأحوال إلى باطنه وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه، لأن الجوارح تأتمر بالقلب. المشكلة مشكلة الجارحة، واحد يتعدى علينا ليل نهار ويضربنا كفين على صباحا مساء، ويأخذ المال ويعتدي على العرض، وا وا وا، المشكلة هي في اليد التي تبطش ولا في القلب الذي يأمر؟ في القلب الذي يأمر. وحال الجنود إلى قائدهم كحال الجوارح إلى القلب، يكون مسؤولية عليهم، ولكن عليهم المسؤولية ما يبطش به كل هؤلاء. كل بطش بطشوا فعليه وزر، لا ينقص من أوزارهم إيش شيئا. لمبسوط حاله يضعوا له نياشين وألقاب وأوسمة ويقلدونه كذا، فلما أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وسيجيب عن كل هذه الدماء. لا يحب أحدنا أن يأتي يوم القيامة وفي رقبته هرة لأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف الذي يبطش بالبلاد والعباد؟ وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه، نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه، فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه، وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال، فإن عزة النفس والرئاسة لا تنكسر إلا بالذل. هذه فيها مسألة، هذه فيها إيش؟ نظر. ولا ذل أعظم من ذل السؤال، فيكلف المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعزة نفسه، فإن الكبر من الأمراض المهلكة وذلك الرعونة. نقول في هذه الحالة بدلا من السؤال نقول لفلان اذهب واعمل في الورد قليل، مثلا اذهب الى السوق واحمل عن الناس تبرعا. الأصل فينا إذا رأينا امرأة أو رجلا كبير أو صغير لكن لا يقوى، طفل صغير أرسله أهله ليأتي بالحاجيات من السوق ويحمل أثقالا، نقول للطفل دعني أحمل عنك أحد الكيسين، بل لعلك تحمل الكيسين مثلا. والكبير نفس الشيء، كان كبير السن إذا نزل من المواصلات أو نزل من المحلات في رأس العمود ونزل الحارة
يعني بادر الأطفال إلى حمل الأشياء عن وعن العجائز وعن النساء وعن ويوصلون حقيقة وليس تجنيا. لا أرى هذا إجمالا. هنالك نعم هنالك من يفعل ذلك، لكن كخلق عام هذا النفس الطيب يبدو أن الأنا ما تركت مجال للغير، كأن الإنسان يخرج من بيته ولا يرى غيره، كأنه يخرج ولا يرى حاجة غيره ولا يرى ضعف غيره. وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلا إلى ذلك فرحا به ملتفتا إليه استخدمه تعهد بيت الماء وتنظيفه ومواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوش عليه رعونته في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم من العروس التي تزين نفسها طول النهار، فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه وأن يعبد صنما، فمهما عبد غير الله فقد حجب عن الله. ومن راعى في ثوبه شيئا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه. بسيطة الحكاية، يمكن لأحدنا أن يتحقق من المعيار لديه، هل لديه، يسأل واحد فينا الآن هل لدي كبر داخليا مش أمام الناس، لا تسأل أخاك هل لدي كبر. إذا ذهبت للمتوضأ ودخلت إلى بيت الماء كما سماه الإمام الغزالي، بيت الماء، الحمام، المرحاض، خارج كذا إلى آخره، وكان خارجا فدخل، بيت الخارج، دخلنا إلى البيت. على كل حال، فإذا كنت في مسجد أو في مؤسسة فنظف الحمام، إذا كنت في مؤسسة نظف إيش؟ نظف الحمام، تستخدم أنت الحمام تتركه نظيفا لغيرك، تقول وجدته متسخا، حاول أن تنظف ما استطعت، حاول أن تنظف ما استطعت، حتى لو كنت وزيرا، السلام ورحمة الله وبركاته، حتى لو كنت وزيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن لطائف الرياضة إن كان أو إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأسا، الترويض يعني من معاني في الترويض، أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة واحدة يعني، فينبغي أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه، فينبغي أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر أخف، كالذي يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء، كان الماء لا يزيل الدم، كما يرغب في المكتب يعني الذي يبدأ بالدراسة في سن الدراسة، المكتب هنا إيش؟ كناية عن الدراسة. يرغب اللعب بالكرة والصولجان وما أشبهها، ثم ينقل من اللعب إلى زينة فاخر الثياب، ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرئاسة طالب الجاه، ثم ينقل من الجاه بالترغيب في الآخرة، فكذلك من لم تسمسه بترك الجاه دفعة ينقل إلى جاه أخف منه، وكذلك سائر الصفات. في قضية الترغيب، في قضية الترغيب كان هنالك تجربة، هنالك تجربتان، لكن كان يتسع الوقت نتحدث بأهمية التجربتين. التجربة الأولى قسموا باب في التنمية
إلى ثلاثة أقسام. قسم أخبروهم بالجائزة سلفاً، وقسم لم يخبروا بجائزة ولم يكن هنالك جائزة، وقسم أعطوا جائزة من بعد الفعل المطلوب. فكانت النتيجة حينما كرروا معهم الطلب دون جوائز أن الذي أخبر بالجائزة مسبقاً لم يعمل، وأما الاثنان الآخران أو القسمان الآخران فقد فعلوا. يعني الذين بالعامية بالبساطة أو بالتبسيط، الذين يقولون للأولاد لأولادهم سأعطيك كذا وكذا إذا كتبت الوظيفة، هذا إفساد، لكنه إذا عمل الوظيفة أو نجح بالامتحان أعطيه، ولعلك لا تعطيه. سمعت من بعض الملوك أنهم لا يعطون أولادهم هدايا إلا مرتين في السنة، ولا يعطونهم هدايا على مثل قضية الامتحانات إنه على الطلعة والعبرة خذ هاي هدية. فإذا لم ينجح، إذا فشل، إذا رسب، أو إذا خسر مباراة أو مسابقة رياضية في طريق العودة، بتميل أنت على محل الرياضة وتشتري له الكأس ودزينة ميداليات، هذا إفساد، أنت تفسد الطفل هكذا. التجربة الثانية في حلوى هلامية المارشميلو، يقال للطفل هذه مارشميلو أبرت ولم تأكلها، أعطيك أخرى فيكون لديك تأكل إيش؟ اثنتين. فيخرج هنالك كاميرا تصور، فبعضهم يصبر ولا يأكل فيحصل حبتين حلوى حبة واحدة. تابعوا هؤلاء الأولاد في دراسة مستقبل هؤلاء الأولاد، فوجدوا أن الذي صبر نجح في حياته العملية، يعلم أن هنالك هدف مستقبلي يعمل له. متى تحدثنا مع الأولاد بنين وبنات، متى تحدثنا معهم يجب أن يكون لديك خطة مستقبلية، خطة من الصغر حتى تنهي التوجيهية، ثم خطة أخرى للجامعة وما بعد الجامعة، وهنالك خطط شهرية وهنالك خطط يومية. نتحدث مع الأطفال بهذه الصيغة وبهذه الصورة وبهذا نعم، لما لا؟ وكذلك إن رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام، ثم يكلفه أن يهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وليأكل منها حتى يقوي بذلك نفسه، فيتعود الصبر وينكسر شرهه. والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا شر، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.